محمد قلبي ان شاء الله فضل. تراث الحله الحله نعم. تراث الحله نعم يلا تراث الحله نعم. رايح للحله تعرف مكاناتها وانا من الحله ما من الحله ما نعم. شاء الله الله يبارك فيكم اي انتم من الحله صحيح بابل شنت دوله عيلام هجوما على دولة بابل ودخلت المدينة ودمرتها ونهبتها سنة 1154 أم 1155 أم 1156 تبدأ الإجابة والعدد التنازلي من هذه اللحظة حسين محمد صادق شنت دولة عيلام تقريبا ممكن وسائل مساعدة عندكم يعني إذا تحب وسيلة ألف إن شاء الله محمد يلا الاختيار الثاني بسرعة الاختيار الثاني الثاني ثبتوا الإجابة صحيحة اللهم صل على محمد حظ يا نصيب ها